ايوه قصدك تقول من راقب الناس مات همان. هذا هو فهمان بيك يا حامل حمايه نجمك سطع بالعالي. ميت ألف بعيونك يا متكاح امسك وهي ميت ألف منك. انا شو صايك يا حامل حمايه بكفي على قد يا متكاح في اليوم قد ما بدك يعني. اسعد يس كم وز مي؟ كم وز يو؟ هيك يا ابو سليم؟ نعم 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 شو عم بصير؟ منين جابوا هالمال؟ هلا زبطت معه. شو؟ هذا فهمان بيشتغل عند شكرا. والورقة فهمان أخذها للي بده يشتري العكار. يعني فهمان وأسعد هن ماضيين على بيع شكري للعكار، يعني معناتها هن هن يا الجوز المحتالين عاملين هالدار الاحتيال فيها انا فيها انا انا لله وانا اليه راجعون. عرفت والى الله ترجع الامور قرب لقلي. بدي منك شغله. نعم. بدك تروح تلحق لي فهمان واسعد تشوف لي وين بيروحوا وين بيعدوا وين بيطلعوا وين بينزلوا تيجي تخبرني عن كل تحركاتهم. يعني بدي اشتغل داسوس داسوس ميسوس فيسوس المهم شوف لي وين بيروحوا وين بيجوا وشو بيطلع لي انا هلا بس تجيب لي اخبار كل ما جبت لي خبر مرتب الك علامه صورة. هذا حكي خلي لي هالعود عندك ابو سليم. ايه يلا لشوف يلا جيب لي الاخبار الطيبه يا مشكيح. لك شو هالازعاج هيدا حاجه تدقوا بقى. مرحبا اهلا شو وين اني مين انتني؟ فهمان واسعد. ايه منن هون؟ ما اجوا بعد ايه؟ لا بعد ما اجوا. قمت كهن بينهم وصلت قبلنا. ايه الحقيقة. تفضل تفضل. شرف. اهلا 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 بمتكاح. اهلا فيك. اهلا طلع يا متكاح شو فينا نخدمك؟ لا الحقيقة يعني يعني هلا شفنا عن بوسلي. ما هون اللي بدنا نفهم والله. يعني كيف بدي يعني اقول لك؟ كيف بدي اقول لك انا؟ انا حلك. شوف يا متكاح. هي 100,000. ايه. اللي شو القصة وشو الموضوع؟ الحقيقة أنا مكلف إني راقبك إلك ولأسعد. من مين؟ من أبو سليم، قال لي راقب لي إياهم وشو بدك أنا حاضر. دسوس يعني. شو يعني دسوس؟ دسوس يعني. علينا وشو بده أبو سليم بهالشغلة؟ قال لي راقبهم ما بعرف. بس هيك؟ إيه. أنا بعرف شو بده أبو سليم مني. ها؟ روح علي شوي. طب يا مسكيح. نعم. هيدي 100 لإلك. إيه. وبيطلع لك بعد أكثر. إذا بتنفذ اللي حقلك عليه. إيه أنا تحت أمرك. أعطيني إذنك لتوب. وطبقته هيك وحطيته بالجيبة هون. طيب شو شيله مني؟ وقع لو سلمنا جدلاً إنه وقع مني عقد البيع. طيب أنا مين مضيه؟ طيب كيف اجت بصمتي على عقد البيع حجي؟ طول بالك طول بالك يا شكري طول بالك طول بالك نظيرة ادى ما بدخل بالعين يا شكري الامور عم تتوضح وكل شيء رح يبين. صهر يا ابو سليم قول بصراحة انت الك يد بالقضية. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا شكري؟ انا الي يد بهالقضية. ولك يا خي نحن هالنص البناية اللي لاختك روح خذها الله يسامحك فيها وانا حخليها تتنازل لك عني ولو نحن بدنا سلامتك. لك اي سلامه حتروح سلامتي؟ قل لي شو بدي اعمل؟ فسر لي هالقصه كيف صارت. سمعت اشوف. نعم. انت رحت شي مشوار مره هيك انت وفهمان انضيتوا ورقه عملتوا شغله؟ لا 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 ما بشكر. رحتوا شي محل كلتوا بمحل شربك شي فهمان اكلت شي؟ ايه ذكرت صحيح. شو؟ مره فهمان عزمني لعنده على البيت. ومين كان معكم؟ كنت وحدي انا وياه ومرته ما كانت بالبيت. ومرته ما انا بالبيت. ايه وساقوني شاي لقيته طيب وطعمته غير شكل. ايه وبعدين؟ بعدين ما بعرف شو صار. ما بتعرف هيدي هي هيدي هي انكشفت. شو هي؟ هيدي ما في غيره ولا فهمان هو اللي عامل هالعمله كلها. فهمان؟ ايه طالما عارف انه فهمان اعطيه خبر للبوليس قوم اتصل بالبوليس. اشكر كيف بدنا نتصل بالبوليس؟ لا معنى اثبات ولا معنى شاي وحضرتك ماضي وباصي. هبدي رواق بدنا نروق يا شكري بدنا نروق. الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا ابن عمي. قل لي شو العمل؟ العمل
اتركني انا افكر، لانه ما حدا بيعرف بفكر فهمان وباعماله غيري انا. صدقني اذا ما راح اكشف الحقيقه كيف صار ضرب هالاحتيال فيني حبوت. روح 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 رو. نظيره. نعم. بعت عبد الله اللحمات والعضاء. ايه بعتهم. الله يرضى عليك، اليوم تعملي له شوربه العظام لخيك، خليه نتفي بالقليله يروق اعصابه. ولك لا بدي اكل سما، بدي اكل، بدي اعرف القصه اهم يا ابو سليم. خلص هلا بنودع. ما انطول الظهر، في ليت افعضان، وفي انا أنا تقتله. أنا كذب. شو بدك تورثني قبل ما موت؟ لا لا سمح الله يا سيد، الحمد لله عتلتك عمي تكوي. الله لا يسلمك. فهمان برا. أنا بالله برا. توفى تكلي، أنا حبطلع برا بس حتندم كتير يا تكلي. ها برا. الله تنزل عظامك هرة. وأنت يا شاهد أفندي شو عم تعمل هون؟ ما كحلت لفهمان. وأنت برا؟ طيب الحقوا. بصتني محلك. ولك الحقهم. حاضر. فهمت حمامه؟ صحيح. الواحد ما لازم يكشف كل ورقه قدام موصفينه. ولا خيالتني اسا بتروح وبتجي، اسا بتروح وبتجي. شوفي، ولا بدي اسالك، أنا بعتك تروح تراقب فهمان وأسعد ولا تقعد قدام محلي تراقبني شو عم بعمل؟ الحقيقة هني دفعوني مصاري يا أبو سليم مشان راقبك. تراقبني إلي؟ إيه. أنا قلت لك روح راقبهم، تجي بتراقبني إلي؟ إيه ما هني أعطوني مصاري. ها يعني هلا أنت حضرتك عم تشتغل عميل مزدوج. شو يعني مزدوج؟ يعني عم تشتغل عميل على الطرفين، يعني عم تلعب على الحبلين هون وهون. إيه، هني دفعولي، ليش لا؟ إيه بس أنا ما راح أدفع لك وما بقى بدي شغلك، استغنيت عن خدماتك. ما بدك تدفع لي شيء؟ لا ما حأدفع لك شيء. طيب أنا راح آخذ العود وأشتغل معهم. إيه روح، يلا حمل عودك وفل. عميل مزدوج. شو عدنا ضيفتك قاعدة؟ لك يا اختي، هيدي اختي لابو سليم. بعرف بس ليه نازلة عندك؟ لك يا ستي، قال جوزها سافر على استراليا وحضرة جناب جوزي قال ما بريد، ما حلوة ابدا ست تعيش لحالها بالبيت. لك الله يساعدك. وينا دخلك؟ وينا هلا؟ لك دهريت. ما عرفتي لوين؟ لك لا بسألها ولا بتسألني. خدي شرفت ست الحسن. مين ست فهيمة؟ يا أهلا وسهلا فيك، شرفتك. أهلا سعدية. أهلا فيك. شو عرفت عن زوجك؟ مش في، بس امبارح حكي معي على التليفون. شو كانت لازمت له هالصفرة؟ لك يا ست فهيمة، هون ما عم بلاقي شغل، راح لبرا، بركي الله بيفتح بوشه. ايه الله يوفقه. الله يحفظك. أنا صار لازم فل لأنه فهمان اليوم عامل عزيمة إفطار بالبيت. شو حبيبتي بالبيت؟ لا بالمطعم. يخزي العين، بس ما تنسي انه اكل المطاعم بيكلف. ايه الله هلا فتحها بوجهه لفهمان. ان شاء الله الله بيفتح بوجهه قنينة غاز، الله يخلي شكري. ايه الله يحفظه. يلا تعي تعي. شوفي انت بتعرف ليش حضرتها اجت لهون؟ لا ليش؟ حتى تفرجيني الفستان اللي لبسته. يعني قد ما هو لبقلا. لكن بهبت عليا. صدقيني يا مرت خيي عليكي كان بيطلع احلى. يلا كريم على العيد ان شاء الله وينعاد عليكي وعلى الجميع. وعليكي. قومي قدامي على المطبخ لنشوف شو بدنا نعمل افطار. يلا. هلا يا ابو سليم معقول فهمان يعمل هيك عملي؟ لك فهمان بيعمل اضرب من هيك واكثر من هيك. طيب شو المطلوب مني انا هلا؟ هلا المطلوب منك انك تساعدنا نشوف تلاقي لنا طريقه ان نرجع هالانسان لعقله لحيزقه عقلاته هيدي الشكرة. طيب وين الاثبات وين الجرم؟ يا عمي في اثبات مهم كثير. الرجال اللي اتفق مع شكرة انه يشتري منه العقار، هو حضرته اتفق مع شكري، بس لما دفع المصريات ولما انقبض راح فهمان اخذ المصريات وعطاه الاتفاق. بس انت يا ابو سليم عم بتقول انه البصمه موجوده والشهود موجودين، يعني شو فيك تعمل؟ يعني انا ما بعرف، هذا فهمان ما فينا عليه لانه واحد محتال ديوانجا، والزلمه متفاهم وبيقول هذا كان مع شكرا، بس اللي فينا نتفاهم معه
وناخده ونجيبه هو اسعد. ايه بس بدنا اعتراف كامل من اسعد وفهمان. الله معكم يا شباب. هيدا اسعد قرب قرب شوي لهون. ابن حلال مستعجل يا خيا، بدي اوصل لعند شريكي فهمان. ونحن عايزين افوت. تفضل 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 لهون شوي. حلوان بدي فوت، بدي اروح لعند شريكك. روق يا اسعد، روق شوي. شريكك بشو؟ بالامضوين. ها سمعت؟ امضوين. ايه هذا هو الاحتيال. ها بعينك احتيال شو؟ امضوين، كلها امضوين مزورة. إيه؟ لا 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 ابو سليم، نحن بيجي واحد بده يبيع سيارة، بده يبيع شقة، بده يبيع بناية، بننظر نشهد انه بده يبيعها وبنقبض. واحد بده يطلع باسبور بنشهد عنا وبنقبض. ها شفت شفت يا افندي، هذا مانو ممنوع اللي عم يحكي انه يقبض يشهد ويقبض. اذا مش تزوير مانو ممنوع. لا لا انا ما بشغل بالتزوير. ها انا ها اسعد، انا بدي اسألك سؤال. ايه انت شهدت على امضى شكري؟ ايه ليش لا؟ مين شهدك؟ فهمان ولا شكري؟ فهمان، ما هو سكرتيره الخاص ومدير اعماله. بدي اسألك سؤال، كان شكري موجود لما انت مضيت لفهمان على الورقة؟ لا مشنا طرف الخيط. هلا امسكنا طرف الخيط يا ابو سليم. أيوة. بعد ما قصنا أيوة. اعتراف كامل من فهمان. شو المعنى؟ المعنى انه انت هلا فيك تروح على شغلك، وصار شغلنا انا وحضره الافندي. روح على شغلك يا اذا بدكم شي معامله اشهدكم علي. ها انا باخد علي عموله. ايوه ايوه انا حاضر. أيوة. سلامتك يا اسعد. مش مقبض يا عيني على الصنعه الجديده اللي اجت على هالبلاد. خذ الخوت. الشطارة يا أبو سليم إنه ناخذ الاعتراف الكامل من فهمان هلأ. لازم نفكر شو هي الطريقة. كيف صحتك يا ست سعدية؟ الحمد لله ماشي الحال. يعني منيحة؟ كتر خير الله. دخلك هالمنظومة إذا زوجك عم يبعث لك أخبار. عم يحكي معي بالتلفون عم يحكي معي. وأنت شو عاملة بهاليوم؟ شو بدي أعمل بهالبيت عند خيي أبو سليم؟ يعني أنا بلاقي أحسن ما تم قاعدة هيك لا شغلة ولا عملي لطقة عند خيي. تغليلك تغلي. يا ريت يا فهمان، إذا في تحت إيدك هيك شي شغلة بتناسبني بكون ممنونتك. إيه إن شاء الله بنتعالج بهاليومين ندبر لك شغلي. وأنا بكون ممنونتك. أهلا فهيمة. أهلا ست نظيرة. إيه حيا يا ست نظيرة. نحن جينا بوقت من وقت ديارات يعني. إيه منيح، منيح إنك بتعرف. إيه بس يعني مثل ما بتعرفي للضلولة أحكام. أحكام. في هالآدم الدلوية هذا اللي طلع نص حصة خيك تكلي. بدو يستي النص التاني. ومين قال لك انه حضرتي بدي بيع؟ ايه بس يا نظيمة بهيك امور لازم تبيع النص او تستلي النص. يا سلام، اروح حضرتك تفاوض مع ابو سليم. ايه بس انعكام باسمك وانت معكم كنتكني. لك لا تلوق حنكك مثل حكايتي تعمل يعني قصدان. لا ما قصدان بس لفهمي. المسؤول عنه هيدا العقار ابو سليم. اصبر ما نحن نتفق اذا ابو سليم مسؤول. ولا كمان جاي لهان على قلب بيتنا بدك تشلح العقار لهالمخلوقه مثل ما شلحتوا نص عقار ولا شكرا. لا يا ابو سليم الله معك. ولو هيك بتقبل الضيف؟ الله يحفظك. قبلنا الايادي. ايه بعرف. احنا الموضوع ما فيك انه يعني اللي طلع العقال ونصه بده يصير النص الثاني. ايه بس نظيره ما بدها تبيع نص عقاره. ايه بس لا بدها تبيعه. لا ما راح تبيعه. طوف يا ابو سليم، فاذا خذ علم انه المحكمه بدها تحكم، يا بدك تصدي النص يا بدك تبيع النص. ايه ما حنبيع، لا حنشتري ولا حنبيع. خلي المحاكم تفصل لك. خليها تفصل. قومي لطوف قومي. خاطركم. يلا مع ألف سلامة. ايوه لك شو هالفهمين هيدا؟ لك بأي عين جاي لهون؟ بدي افهم. ما بتعرفي قال شو بيقول المثل؟ شو بيقول؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هيدا ما عنده حياة. معك حق. ايه معك حق. طمنيني شو عملتي لنا على الإفطار اليوم؟ عملت لك شربة وفتوش وكوسة بلبن. ولك يسلموا هالديات. مدياتك. يا لطيف شو صار مدين أبو سليم؟ لا 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 لا. ها ها شو؟ تفضل. اهلا اهلا ابو سليم. ايه شو بنجيب معك الافندي؟ ولو زغلول صاحبنا وحامي حمانه وحامي الحي. بس ما بيتامل له هيدا. لا بيتامل له. ليك يا مشكاح، انا الحي اللي عندي لازم يكون فيه الامن. شو مستتب؟ يلا. ايه حاضر. ايوه. ليك يا ابو سليم ما في غير هالطريقه لحتى يعترف. ايه هيدا فهمان محتال او انطجي، ما فينا عليه الا بهالطريقه اللي حكينا فيها. انا حروح شوف اسعد وارجع لعندك. اسعد اسهل بكتير من فهمان. حشوفه. يلا روح. يلا الله معك. روح من عندك روح.
الله معك يا ابو طليق. اهلا اهلا اهلا. خير؟ قالوا لي بعت ولي بطلع مستعد لشوفي. مبسوط ولا ايه؟ مبسوط. شاري كاميرا او شاري شو اسمه هيك، بدنا نروح بكره على العيد نعمل لك كام صوره هيك. ايه مثل العيد. ايوه والله عدتها منيحه عندنا هيدي. غاليه كثير. خير شو بدك مني؟ الحقيقه يا فهمان بعتنا وراك مشان بخصوص انه هيدي استشاره، يعني شغله من النوع. استشاره. شوف حتى نكون صاحبي، بدك تاخذ لاي شيء، بدك تستثني، بدك تطلع مطالي. لك يا فهمان طبعا بدنا ندفع لك. تفضل. الشغله بدي اياها منك انه هيدي نظيرة ما عم تحاول انه تقتنع انه تبيع الحصة تبعي. بقى انا فكري بيع لي حصتها، لانه بتعرف انه تفضفض فيهم ولازمنا كام ليرة نوسع المحل، نسوي نكبر القصة، نجيب بضاعة، عرفت كيف؟ ما حق، وهي ما عم تقتنع انه تبيع. ما عم تقتنع وما عم تقبل. انت بدك تلاقي طريقة حتى تبيع. ولا شو بعت وراك انا مشان تلاقي لي طريقة هيك انه نقدر نعملها مثل مثلا. محلولة لك يا ابو طليق، محلولة. شوف هيدي ورا. ايوه هيدي ورا. أيوة. من هون مبخوسة. ايوه بتدي بتمضيها هون. شو بتقول لي؟ ايوه الا هون بدنا نعمل عريضة للبلدية. ايوه انه في الانالة ما عم تشتغل، المدلول مفخوط، شغلات من هالنوع. ايوه تمضي لي. ايوه تقلب الصفحة، بتصير الصفحة فاضية، بتعبي اللي بدك اياه ومنبع لك العقب. ايوه بعدك يا فهمان بتستعمل هالطريقه، بتبخش الورقه وبتمضي امضة وبعدين بتعملها، ولا صرك 40 سنه ما بتستعمل غير هالطريقه؟ ما في طريقه احدث منها؟ معلوم في طريقه ثانيه. يعني انت عملت هالطريقه ها مع شكري وال لا شكري بصم 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 بصم. ايه طبعا، والبصم اصعب بكثير، شغله بدها مخ البصم ما كيف من كان. بس بقصد يا فهمان كيف شكري بصم، يعني مع انه بده يكون هذا. لا 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 مو هيدي، لا تحكيني فيه، طلع فكلك انت عم تلميني بالحكي لحتى اقول لك انا عتقلي. هيدي ما بتنقال يا ابو طنيم، هيدي شغله من الاطلال، هيدي عبقريه. لك هيدي مخ، هيدي تغل مضبوط. قلت له مضي قال لك ما بمضي، قلت له مساك ومضي اما ضما. لا لكن كيف؟ ولك يا ابو طنيم انا قلت له جبته على البيت. ايوه عطيته وغديته ونظنته. ايوه وطلقته بند بقلب الطاي. بنشته بنش كانه ميت حتى ما يدفنوه، والعوعة تلمى فيه. اما انت نقلته شو عم تضل بطبطبه ضبط. يا شطور يا فهمان، ليك يا شطور. وبعدين شو بتضل هيدي بدمك ما دي ما كبت اللي عملها يا وطني. لكن كيف عملتها فظاعة؟ هذا إذا تعفق لي أنت في أرغام كتير من هيدي. شاطر كتير يا فهمان. يلا فوت يا سعفور. شو دخلوا أصحاب؟ هيدا يا أبو سليم أسعد اعترف. شو هالنقمة؟ أنا شو اعترفت؟ شو هالنقمة يا أبو سليم؟ شو هذا؟ زغلول يا فندي؟ نعم هي اعتراف فهمان مسجل حرفيا بالمكنة، امسكها بإيدي. ده انت ابني ولا قبل التصوير؟ هيدي مكنة التصوير. وهيدي بنتي يا وطن اللي عملت فيها الضل. لك ليه عملت فيها الضل يا وطن؟ يا فهمان يا عيب الشوم عليك، انسان شكري لمك وحطك عنده وشغلك، عدت تزور امضاه وخربت له بيته، ما حرام عليك؟ ما بتخاف من الله؟ ما بتسمع المثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ اتقي شر من أحسنت إليه.